خليك زمن. ادي بذر القطونه. بذر القطونه ده يا جماعه بتاع عامل صغير قوي، حب صغير قوي. بذر القطونه ده ساعات بيسموها بذره حموله، بيستخدموه في الصيدليات على انه بلانتاجو، على انه ميوسلج. بذر القطونه ده يا جماعه، بذر القطونه ده حاجه بسيطه خالص، بس لو حضرتك حطيت شويه بذر قطونه في ميه، في ربع كوبايه ميه، معلقه بذر قطونه في ربع كوبايه ميه، بعد 5 دقائق 10 دقائق بقت جل جل. كلام كويس؟ فهات لي ربع كوبايه ميه كده، ربع كوبايه ميه صغيره. فبذر قطونه ده بقى سحر. اولا بذر قطونه ده بيعمل لحام، هو بيدي ميوسلج، فبيعمل لحام للاغشيه المخاطيه. تسلم. ادي ميه اهي، دي ميه، دي ميه، دي ايه ميه، وانا هحط قدامكم على الميه دي شويه بذر قطونه. ادي بذر قطونه اهي، اهي هحطها على الميه. ادي بذر قطونه على الميه. خلي بالكم معايا، هنحسب بالساعه انا وانتوا، معاكم الساعات. انا معايا دلوقتي الساعة مثلا 9:30 إلى 5، هديها من 5 لـ10 دقايق واقول لكم البذر قطونة عمل ايه من غير تقليب. هو بعد شوية هتبصوا تلاقيه بقى ايه، بقى جل.